قوي 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 يا سمسم. خلاص بقى الجواز مزيح. الحمد لله. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا بابا. حقيقي يا سامي انا ما فرحتش يوم باكي زي ما انا فرحانه النهارده. ليه يا هانم؟ هما اللي لازم يفرحوا. بس انا بقى بصراحه كل اللي هممني وقلقني شويه هنتقدم لهم بايه، وخصوصا ان اليومين دول يعني ظروفنا مش ولا بد. ما تقلقش من الموضوع ده خالص يا بابا، انا جايبه لك معايا 100,000 جنيه عشان ندخل عليهم بقى بحبه هدايا ونعمل حبه مناظر. صحيح احنا هنروح ازاي؟ انت مش بتقولي قال خلوا سمير يجي لي؟ معلش سامي بيه اتفضل. طب ودي تفرق في ايه يا خيريه؟ الا تفرق يا سامي، خلي بالك ده راجل بلدي وكل كلمه عنده بحساب. يا ستي نروح كلنا وخلاص بقى؟ لا طبعا ما نروحش، لا يفكروا ان احنا مدلوين عليهم ولا حاجه. يا بنتي ما هو كده ولا كده برضو هنروح في الاخر. بصوا انا هقول لكم، سمير يروح في الاول ولما يقول له سامي بيه ما جاش ليه نقوم كلنا رايحين مع بعض. حكم الحاج ابراهيم ده راجل مش سهل ابدا. انا مبسوطه قوي عشانك اللي انت عايزاه اهو حصل والحمد لله. بس عارفه على قد ما انا بحب سمير على قد ما انا قلقانه من اهله، اصلهم مش شبهنا خالص. والله انت حيرتيني، هو ده مش اختيارك، اتحملي بقى النتيجه. بس عارفه يا رحمه كان نفسي بابا يبقى راضي عنه بجد. انتي ساكته ليه يا رحمه؟ بسمعك كلامك مش عاجبني، قاعده بتفكري في حاجات مش وقتها دلوقتي. انتي ليه بتسبقي الاحداث؟ سيبي الايام هي اللي تعمل كل حاجه، وابوكي لما هيشوفك سعيده اكيد هيحبه وهيرضى عليه. ما تشغليش بقى بالك بالحاجات دي دلوقتي. والله عندك حق، خلي قلبك يفرح وسيبيها على الله. عطا ما جاش يعني؟ على وصول حق وصبري بلغته وهيكون موجود. وثابت وماجد جم ولا لا؟ ثابت عند المدير المالي، او تحديدا يعني يا حاج مع سكرتيرة المدير المالي. بيعمل ايه مع السكرتيرة؟ الحقيقة ما تزعلش مني يا حاج، ثابت من صباحية ربنا مع السكرتيرة وهي يعني بنت يعني كده. ما تتكلم دغري يا سليم، في ايه؟ هي بنت من البنات بتوع اليومين دول يا حاج اللي طريقتهم ما تعجبكش. دي حتى لما جت تشتغل كسكرتيرة للمدير المالي كنا مستغربينها شوية، انما حضرتك قلت هو حر يعين سكرتيرته بطريقته. ايه ما عندهاش مؤهلات ولا ايه؟ بالعكس يا حاج، دي خريجة الجامعة الأمريكية وبتتكلم لغات زي اللبلب. أنا ما بحبش أخد الناس بالمظاهر، ما دام شايفة شغلها يبقى خلاص. المهم ثابت عندها بيعمل إيه؟ ما أعرفش يا حاج، علم علمك. مش يمكن يكون بيستفهم منها عن حاجة في الشغل؟ جايز. وماجد؟ ما جاش يا حاج. أنا لازم أروح للواد ده وأشوفه بيعمل إيه. يا بنت انا بقالي مرتين باخد الدواء ولما باخد الانسولين كاني ما خدتوش، لما السكر هرب بدني. وانا اعمل لك ايه يعني يا حاج؟ انت جبت لي روشته وانا صرفتها لك، اعمل لك ايه تاني؟ شوف يا بنت اللي يكون الدواء مش هو. لا هو اللي كتبه لك الدكتور. اعمل ايه بس، انا جاتني غيبوبه سكر وهي طالعه من طولي. بقول لك ايه، عندك اي مشكله ارجع للدكتور، انا ماليش دعوه. لو سمحت يا حاج ممكن تستناني هنا شويه؟ حاضر يا بنت، انا هحل لك مشكلتك ان شاء الله. حاضر. ممكن افهم انت ليه بتتعاملي مع المرضى بالطريقه دي؟ يا فندم هو جاب لي روشته وانا صرفتها له، اعمل له ايه تاني؟ ما تعمليش حاجه، مش قادره تعملي حاجه، على الاقل اتكلمي معاه بطريقه فيها انسانيه شويه. ما انا كلمته كويس. لا كلمتيه كويس ازاي؟ الناس تعبانه. خش خش جوه، خش جوه، حط الحاجه دي جوه. طب جوه عيش وملح. ماشي لو سمحت. السلام عليكم. ايه ده؟ مش ده اللون اللي اتفقنا عليه؟ ده لون موضة وحلو يا مدام. لون موضة وحلو؟ انت هتعمل محل على مزاجك ولا على مزاجي انا؟ لا مزاج حضرتك طبعا. طيب يبقى تعمل اللي اتفقنا عليه. حاضر يا مدام. وبعدين بالطريقة دي انا مش هخلص ولا بعد شهرين، انا عايز افتح المحل واخلص. ان شاء الله يخلص. كملوا الوش ده بطانة وهنغير اللون يا جماعة. اهلا يا حاج. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. ايه مالك زعلانه كده ليه؟ في حد مزعلك؟ لسه ما خلصوش الشغل وبيعملوا الوان على مزاجهم وخلاص انا زهقت، انا كده مش هلحق افتح بعد شهر. معلش هتتعدل، انا جبت لك لوستا اللي هيعمل الفاترينات. طيب بابا انا قررت اجيب المهندسه هي اللي تباشرهم وتعرف تتصرف معاهم وتبقى تقعد معاها تشوف هتعمل ايه في موضوع. طب انت رايحه فين دلوقتي؟
انا رايحه المستشفى. مش انت لسه مخلصه شغل في المستشفى؟ ما هو انا جاي لي مندوب بتاع الاجهزه عشان هشتري جهاز كله جديد. انت عايز مني حاجه؟ ربنا يسلم لك طريقك يا بنتي. ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. جيب بيك كسبان اهو، استعدوا بقى للريفنج. بسم الله ما شاء الله، بيت عز وانبساط. طبعا مدام بتسهر بالشكل ده هتيجي الشغل ازاي؟ شكلكم كده لسه بتبتدوا الليله. اتفضل يا بابا اتفضل. ايه ده، هو انتوا بتلعبوا كوتشينه؟ كنا بنتسلى يا انكل. اتسلى يا حبيب انكل. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا روحي، شطبتوا بدري ولا ايه؟ سلمي على بابا يا فاكر. بابا؟ بابا مين؟ بابا ابويا. ابويا ايه اهو. كان لازم افهم ليه البيت ده ما فيهوش خير من زمان. طبعا البيه صاحب البيت بيصرف كل فلوسه على المزاج والقمار، مش كده يا ماجد بيه؟ يا ابني يا اللي من صلبي، اسمع، من النهارده مش عاوز اشوف وشك. يعني لو قابلتني في سكه تغيرها، ولو لمحتني في مكان ما تدخلوش. يوم ما يقولوا لك ابوك مات، ساعتها بس تقدر تيجي تاخد حقك الشرعي في المراس. الفلوس اللي انا عملتها لك بالحلال عشان تعمل بيها الحرام اللي يعجبك. الكلب الوسخ. عشان خاطر اهدى يا حاج شويه. قلت لك هقطعه يا فردوس وما يدخلش البيت ده تاني لقمارتي الغشاش. معلش يا حاج، ده الشباب بيقلدوا ناس الافرنج. افرنج ايه يا فردوس؟ الافرنج دول ما هم بيشتغلوا برضه. بقول لك قمار قمار، يعني خراب بيوت. اعوذ بالله. طب معلش يا حاج، ما هو لو كان عنده حته عيل كان خاف عليه من الحرام برضه، او كان طلعه زيه. احنا سبب، دي غلطتنا احنا. احنا سيبنا له السايب في السايب مع بنت خيريه. عشان خاطري يا حاج اهدى شويه، انا هتصرف، مالكش دعوة انت بأي حاجة. انا حضرت لك شوية تصميمات هتعجبك قوي، ولو عجبك حاجة منهم اختاريها وانا هتبقى سهل عليا في التنفيذ. اوكي، ايه رأيك في ده؟ حلو بس الوان غامقة. تمام. ايه رايك؟ ده بسيط قوي ونعم. حلو. طب وبالنسبه للالوان؟ والله الالوان حلوه، بس عارفه لو شلتي البني ده وحطيتي بداله ابيض او اوف وايت هيدي المكان اتساع اكتر.
تمام. طيب والريونات القديمة دي نخليها ولا نشيلها خالص؟ يعني لو قدرتي تستغليها وتدهنيها يبقى أحسن، حتى بيوفرتي لي كتير. طيب أنا محتاجة أسبوعين عشان أقدر أنفذ التصميم ده. يعني مش هستعجلك طبعا عشان ده شغلك، بس يا ريت تضغطي الوقت قد ما تقدري لأني فعلا عايزة أفتح المحل بدري قوي. طيب خلاص أوكي أنا هحاول ده. صبري صبري. في إيه يا اعتماد؟ عايزة إيه مني؟ عايزة قست الشاليه بتاع الساحل. يومين تلاتة أجيبهولك، أظن يعني ما فيهاش حاجة. يومين تأخير. يومين؟ ليه يا راجل؟ أنت ليه تطنش ولا إيه؟ أطنش؟ يا شيخة قرفتيني في عشتي، راعي ضميرك معايا، أنت إيه؟ بتفتري عليا في كل حاجة؟ أنا بفتري عليك يا صبري؟ أيوة يا ستي، بتفتري عليا وزهقتيني في عشتي وما بتراعيش ضميرك معايا. يا وصلت للدرجة دي؟ يا اخي حرام عليك، ده انت سودت عليا عشتي. انا خلاص مش طايقك يا صبري، مش طايقك. انا اللي ما عدتش طايقك، انت ما عندكيش حاجه غير عايزه عايزه عايزه، خلاص ما عدتش قادر استحمل. الو. ايوه ثابت، انا علي. انا عايزه اشوفك دلوقتي باي شكل وفي اي مكان. لو فضلت تقفل معايا كده انا ممكن اعمل حاجه وحشه تندم عليها طول عمرك، فهمني ولا لا؟ انت بتكلمي مين؟ انا ما كنتش بتكلم اساسا يعني. وبعدين بقى علاء، هي ناقصاك انت كمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال هنا يا راجل انت، انت سايبني ورايح فين؟ طبعا ما انا كلامي مش عاجبك. بقول لك ايه، انت هتدفع فلوس الشاليه يعني هتدفع فلوس الشاليه. انت كنسلت. انت عارف لما انت كنسلت؟ انت عارف لما انت كنسلت؟ قلت بس على طول. ولمحتك يا ولا بعدها وياك غني يا ولا ومن الشباك ولمحتك يا ولا بعدها وياك. هو انت خارج ولا ايه يا سابت؟ شغلني يا ولا، يعني رايح مشوار سريع كده وجاي على طول. رايح مركز علياء للصيانه يا قلبي انت؟ مش عارف بس جايز اعدي عليهم. عند الباشمهندس ابو صوت ناعم. باشمهندس ايه وناعم ايه؟ اصل اللي كلمتني يا قلبي واحده ست ومرفعه يا عيني، صوتها صغنن قوي كانها عيله صغننه في ثانوي. واول لما حضرتك خدت التليفون مني قلت لها ايوه يا باشمهندس. ده انت يا سلوى. لا ما كانت ادت التليفون للباشمهندس. يا راجل يا ست زهقتيني بقى، كفايه اسئله. طب سؤال اخير. اتفضلي. هو مركز علياء للصيانه ده بقى مكانه فين؟ الله، هنفتح تحقيق بقى ولا ايه؟ ولا تحقيق ولا حاجه، انا بسال سؤال. بس 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 خلاص خلاص، استنى شوف مين. ايوه مين؟ اهلا اهلا اهلا. مش معقوله، ايه المكالمه الجميله دي؟ انا قلت اقول لك لو فاضي تيجي نرقص سوا. لا طبعا. لا عارف المكان؟ طيب اوكي انا هستناك في العربية وندخل سوا. ماشي، هغير هدومي وانزل على طول، مش هتأخر. باي. طب لو قلتلك يا قلبي خليك معايا النهاردة. وليه يعني؟ اشمعنى النهاردة؟ معرفش يا ثابت، عشان خاطري خليك معايا النهاردة. قلبي عمال يدق كده وحاسه مش عارفه في ايه، عشان خاطري خليك معايا. ما انت زي الفل اهو. وبعدين يا ستي لو عايزاني اطلبيني وانا 10 دقايق ابقى عندك. يا حبيبي ما جتش على يوم، ما انت كل يوم بره. خليك معايا النهارده بقى يا ثابت. لا لا لا، اصل النهارده بالذات ما ينفعش، اصل انا عندي شغلانه جامده قوي. شغلانه جامده قوي ازاي يعني؟ قصدي يعني فيها مكسب جامد قوي وانا مش هعتقها.
وبعدين بقى يلا بقى سيبيني لحسن انا اتاخرت. يلا باي باي. انت كده يا بنتي المكان ده هو اللي انت عايزاه؟ ايوه هو. افضل معاكي؟ ربنا يخليك يا اسطى. براحتك. ايه يا عم؟ ايه يا مزه؟ ايه الحلاوه دي بس؟ تعملي ايه هنا بس؟ يا مزه ابدا اهو. مساء النور يا حبيبي. مساء الخير علياء. علياء علياء بابا، هي علياء ما جاتش ولا ايه؟ ما جاتش منين؟ هي خرجت؟ خرجت من ساعة ما كنتوا انتوا بتتخانقوا، المفروض تكون رجعت من بدري. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة داخلة على واحدة. يا لهوي. واحدة؟ ايه؟ تليفونها مقفول. إيه؟ مقفول؟ بنتي، بنتي عليا فين؟ بنتي فين؟ اهدي يا ماما، بس نسأل عليها. اهدي من فضلك، من فضلك اسكتي. شوف لي يا ابني نمرة أي حد من أصحابها نسأل عليها. نمرة أي حد من أصحابها إيه؟ حرام عليك يا أخي، زودت علينا عشتنا. البنت تفشط من عمايلك يا صبري. من فضلك اسكتي، نسأل عليها الأول. نسأل عليها؟ قوم يلا تدور على بنتك، قوم. لازم يمر 24 ساعة على اختفائها عشان نقدر نعمل المحضر. 24 ساعة؟ هو ده القانون. يعني لو اخت حضرتك او بنتك. يا استاذ انا والله مقدر الموضوع، بس احنا بنتكلم عن محضر رسمي وهو ده القانون. ايوه بس دي حاجة غلط جدا. هو فعلا غلط، بس متهيألي ده مش وقت مناقشة الغلط والصح. طب احنا نعمل ايه وبنتنا في الشارع ما نعرفش عنها اي حاجة؟ نحاول نوصل للمعلومات اللي ناقصانا. لازم نعرف البنت كانت رايحة لمين. ما هو مش معقول يعني هندور في القاهرة كلها. انت عارف القاهرة كلها قد ايه؟ صعب جدا، ويبقى كده بنضيع الوقت على الفاضي. ايوه بس ده روح انسانه في خطر. احنا ضيقنا دايره البحث ودلوقتي ممكن نوصل لها اسرع. من فضلك، من فضلك حضره الضابط تكثفوا البحث، لازم نوصل لها باقصى سرعه. ان شاء الله ربنا يسهل. صباح الفل يا ست كل. صباح النور يا عباس بيه. صباح الخير يا باشمهندس. ده ايه الشغل الجميل ده كله؟ في الحقيقه بنغير نشاط المحل. ويا ترى النشاط هيبقى ايه؟ بصي يا فندم، انا كنت عايزه اوري لحضرتك التصميم ده واخد راي حضرتك فيه. طب قولي كويس، بس المنطقه دي هنعمل ايه؟ دي عباره عن ارفف. بصي حضرتك كده ارفع لو سمحت. الارفف دي هتعلق فوق ويتحط عليها الملابس. كويس قوي، بس انا شايفه ان العواميد هنا كتير وده هيقلل المحل شويه. ممكن نقلله؟ احنا لسه في البدايه فندم، وممكن نصلحها بعد كده. لا لا، مكانهم كده حلو قوي. وبعدين بقى اكيد حضرتك مشغول، اتفضل شوف مصالحك. انا مش فاضيه. انا قلت اساعدك. انا متشكره قوي، مش عايزه مساعده. اتفضل. هو خرج الساعه 8 بالظبط، جاله تليفون وبعدين نزل على طول. لا معرفش بصراحه تليفون من مين. ما تحاولي تفتكري يا سلوى. ايوه افتكرت يا طنط، التليفون ده جاله من مركز الصيانه، وانا رديت على البنت بتاعت المركز وطلبت مني ان هي تكلم ثابت. طب المركز ده اتصل قبل كده؟ لا دي اول مره. طب انت عارفه اسم المركز ده؟ ايوه اسمه العلياء للصيانه. حتى انا لما بلغت ثابت هو استغرب قوي، بس بعدها عارف على طول. متاكده يا سلوى؟ هو في ايه يا طنط؟
انا ابتديت اقلق قوي. لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه. طب بص يا سلوى، اول ما يجي خليه يكلمني ضروري، ولو كلمك من بره برضو خليه يكلمني ضروري. مش عارفه ليه قافل الموبايل بتاعه من الصبح، عايزه اكلمه ضروري. طب يا حبيبتي متشكره قوي، مع الف سلامه. يا رب استرها يا رب ونجيك يا ثابت يا ابني يا رب، اصرف عنه الشر والاذى قادر يا كريم، استرها يا رب يا رب. البنت بره البيت من امبارح، تاني بنتي زي القطه المغمضه، معقوله بنت في الشارع؟ تاني مش عارفه عنها حاجه، كلت ولا ما كلتش؟ يا ترى يا رب ايه اللي حصل لها؟ استر يا رب على بنتي، رجع لي بنتي بالسلامه يا رب والنبي يا رب. صل على النبي صل على النبي يا حبيبتي، ان شاء الله خير. صل على النبي يا رب. في ايه يا ماما؟ تعالى تعالى. جايبان ليه على مالي وشي؟ تعالى اقعد. عليا عليا بنت عمك صبري مالها؟ خرجت من بيتها امبارح ما رجعتش لحد دلوقتي. طب وانا مالي بالكلام ده كله؟ محدش عارف هي راحت فين. يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ انا ايه اللي شعرفني بقى؟ بس مراتك بقى بتقول ان في مكالمه تليفونيه جات لك امبارح من مركز صيانه اسمه العلياء. هو في مركز صيانه اسمه العلياء يا ثابت؟ في ايه يا ماما؟ بتفكري في ايه بالظبط؟ في البنت الغلبانه دي. عليها ربنا يستر عليها، لو الواحد بس يلاقي طريقه تساعدهم في الوصول ليها. والله قلت الكلام ده لنفسك؟ في ايه يا ماما بالظبط؟ دي بنت الاستاذ صبري اللي طول عمره بيشتغل مع بابا وبيخدمه بعينيه. يا سلام. هو قال لي يا سلام؟ هو ليه حضرتك مش مصدقه ان انا مهتم بموضوع البنت دي؟ ازاي؟ ده انا مصدقه قوي. امال مال حضرتك بصالي كده ليه من ساعه ما دخلت؟ علشان اللي على راسه بطحه. ده الموضوع فيه ايه بقى يا ماما؟ فاهميني ايه الموضوع بالظبط؟ بقول لك ايه، انا فاهماك وعجنك وخبزاك قوي، انا امك والمصيبه باينه في عينيك. مصيبه ايه يا ماما؟ تقول لي احسن لك، البنت دي راحت فين وحصل لها ايه؟ وانا ايش عرفني؟ يبقى مش هينفع معاك الكلام بالحزن، يبقى بقى منك لابوك هو يتصرف معاك. يا ماما استني بس افهمك. يا ماما صدقيني بقى، صبي كان بيتكلم مع واحده ست. يا ربي وانا ليه كل ما اقول الكلام ده ما حدش بيصدقني؟ كان ثابت ده راجل طاهر وما فيش زيه وما بيغلطش ابدا. ما هو كل كلامك فيه ستات ستات، يعني معنى كده ان ثابت ده ما فيش انيل منه. هو كده بالظبط، ما فيش انيل منه وزفت كمان. يا رب انا مش عارفه نعمل ايه بالظبط يا رب. كل ما اجي اقول لك يا ماما انت مشغوله بجوزك وجوزك ليه مصالح معاهم، فما حدش بيقدر يفتح بقه ابدا. ما تقولي لابوه، ايه اللي مصبرك على ده كله؟ ولادي يا ماما، ما انت عارفه انا بحبه قد ايه كمان. خلاص استحملي بقى. استحمل استحمل وبعدين اروح في 60 داهيه انا بقى. بعد الشر عليك يا حبيبتي. الشر معايا في البيت يا ماما، طول ما سبب بيلف بره. خلاص هتشيله عيل تالت وهو يقعد جنبك في البيت. ما ينفعش يا ماما، والعيال دي ذنبها ايه؟ وبعدين يا ماما ده شايفني على طول ضعيف وبضطر اصدقه في اي كلمه بيقولها حتى لو عارفه ان هي كده. حيرتيني معاكي، مش عارفه اعمل لك ايه. مصيبه سودا وحطت فوق دماغك يا ابراهيم يا طيب. يا نهار اسود. علياء علياء يا بابا. دي بنت صغيره لسه خارجه من ثانوي وما لهاش سنه. انت ايه شيطان يا بابا؟ ايه ده؟ ارجوك واسمعني. اعمل معاك ايه يا صبري؟ اعمل معاك ايه يا صبري؟ اعمل لي خدام العمر كله انا وعيالي ننهش في عرضه يا كلب. يا بابا اهدى بس واسمعني اسمعني اسمعني. معاك سمعني. انا مفيش بيني وبين البنت دي اي حاجه. كذاب كذاب وستين كذاب كمان. تقدر تقول انت كنت فين امبارح؟ انت جات لك مكالمه تليفونيه ونزلت على طول على مركز الصيانه اسمه العلياء. مراتك قالت لي على كل حاجه. ايه مركز علياء ده؟ يا بابا افهمني، هي كلمتني وطلبت مني اني اقابلها. وبمرت ايه تطلب منك طلب زي ده؟ هي بقى لها فتره بتتقرب مني وانا مطنشها، وبعدين زي ما حضرتك قلت دي بنت الاستاذ صبري. هو انا مجنون؟ ايوه مجنون يا واد. انا عجنك وخبزك كويس قوي. فاكر لما كنت في الثانوي وكانت المدرسه اللي بتجيلك اكبر منك مرتين كنت بتعاكسها؟ طفشت منك جاتك 60 خيبه عليك وعلى شكلك. يا ماما والله العظيم ما حصل، هي طلبت مني اني اقابلها بس انا ما رحتلهاش. ودلوقتي البنات هم اللي بقوا بيطلبوا المقابله؟ خلاص يا حاج بيقولك ما رحلهاش. وبره فاني مصيبه. كنت في ديسكوتيك. ايه؟ مكان يعني للشباب بيرقصوا فيه. طبعا. هو انت بقيت فاضي غير للرقص والمسخره؟ ومين بقى اللي كانوا معاك في المخروب ده؟
كنت مع ناس ما تعرفهمش. يعني البنت ما كانتش معاك؟ اقسم بالله وحياة ولادي انا ما شفتها ليلتها من اصله. امال هي طلبت تقابلك فين؟ في حته كده قريبه من كورنيش المعادي. مش معنى الحته دي يعني؟ انا قابلتها هناك مره صدفه، ولما طلبت تقابلني قالت لي قابلني ضروري في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه المره اللي فاتت. ولو ظهر ان كلامك مش مظبوط يا ثابت، يبقى اعمل اللي يعجبك. طيب قول لي مين اللي كانوا معاك. انت يعني هي اتصلت بثابت عشان تروح تقابله في المكان ده، لكن هو ما راحش. والله هو ده اللي قاله لي وانا مصدقه، بس برضو قلت اجيلك عشان تشور عليا، انت مش غريب. طب عموما انا هشوف ايه الموضوع وربنا يستر، بس لازم تبعت لي ثابت اتكلم معاه. انت فاهم طبعا مصيبتي ايه، ده ابني وده صاحب عمري واقرب واحد من رجالتي ليا، والبنت دي زي بنتي بالظبط. ربنا يستر يا حاج، وانا هقدر اعرف اذا كان متورط في حاجه ولا ملوش علاقه من اصله. الو، ايوه هي النمره صح. ايه؟ طب حاضر، انا هجيب بابا واجي حالا. حاضر حاضر، شكرا بابا. ايه في ايه؟ بقى عليها في المستشفى. إيه؟ مستشفى؟ بصوا يا رب. ليه؟ بنتي في المستشفى بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ خلاص كفايه بقى، احمدوا ربنا ان البنت معانا وسليمه، ما فيهاش جروح ولا حاجات خطيره. الحمد لله. قلت لك يا اعتماد 100 مره لبس الصيغه في الظروف دي غلط. أكيد حد كان عايز يسرقها عشان شوية الحاجات اللي لابساهم. الدنيا ما عادتش أمان. يا صبري قول الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يا سليم خلصت الإجراءات؟ كله تمام يا حاج. طيب يا صبري أنا مضطر أستأذن. ألف شكر يا حاج، تعبناك معانا. ما تقولش كده. اتفضل. خليك 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 وطمنوني. يلا يا سيدي اتفضل يا حاج. يا ترى يا بنتي ايه اللي جرالك يا بنتي يا حبيبتي؟ يا رب يا رب عدي عنا على خير يا رب يا رب. ايه يا اعتماد، بنتك موجوده والحمد لله، ومهما كانت حالتها لازم نقول الحمد لله. الحمد لله، استر يا رب استر، قلبي مش مرتاح، استر يا رب. حضرتك ولد علياء صبري؟ ايوه يا دكتور. طب اتفضل معايا لو سمحت. في ايه يا صبري؟ انا طمنتك بعد كشف الظهرية على علياء، والحمد لله ما كانش فيه كسور ولا جروح شديده، لكن احنا بعد كده عملنا عرض عام عشان نقدر نعمل تاجيل طبي شامل عنها، والحمد لله مساله الجروح والاصابات ربنا ستر فيها قوي. لكن للأسف يا أستاذ صبري، البنت تعرضت لواقعة اغتصاب عنيفة. أنا عارف طبعاً إن دي صدمة كبيرة ليك، بس برضو دي صدمة بالنسبة للبنت، علشان كده أنا قلت أتكلم مع حضرتك وأقول لك إزاي هنتصرف معاها لما تفوق. أنا عايز أفهم ليه الدكتور خد أبوك لوحده، ما أنا كمان أمه ومن حقي أعرف إيه اللي حصل لبنتي. يا ماما تلاقي أي أوراق رسمية وعايزين بابا فيها. تلاقي عليك. لا، قلبي قايد فيه النار يا ناس. انا حاسه ان بنتي كرف يا حد. يا رب يا رب يا رب عدي على خير، انا قلبي عمره ما كدب عليا يا ابني. ربنا يستر يا رب يستر يا رب. هو اتاخر ابوك كده ليه عند الدكتور؟ حرام عليك رد عليا، مش قادرة استحمل. ايه؟ لا 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 يا صبري، لا لا قولي لي فهمت غلط، لا يا صبري لا.
شويه على المكان بس مبدئيا تمام. انا حطيت كل الفلوس اللي حيلتي في المشروع واشتريت مكان غالي بس ما عرفتش اديره وخسرت، وعشان كده فكرت ابيعه واسافر. عشان اكون صريحه معاكي، انا امكانياتي ما تسمحش ان اشتري المكان، بس انا عايزه اجر. طب والمكان؟ والله لو اديتيني سعر كويس للمكان ممكن اخده منك وابقى وفرت تمن مكان جديد. بس انا اهم حاجه عايزه اعرف ايجار المكان قد ايه. والله انا ممكن اديك المكان بنص سعره لانه اشتغل سنه كده، لكن بالنسبه للايجار شوفي هتدفعي كام، مش هنختلف يعني. اصلا ارتحت لك قوي، باين عليكي ست محترمه. ربنا يخليكي. انا كمان عندي اقتراح ليكي، لو تحبي تشتغلي معانا في المكان ممكن جدا تبقي مشرفه على البنات وهو تفيدينا بخبرتك. والله فكره كويسه، متشكره قوي. العفو، بكره هجهز عقود الايجار ونخلص كل حاجه. الانسه نوعا وصلت يا فندم. خليها تتفضل. اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضلي يا علي. أنسة نهى، ما ظنش حضرتك شفتي مننا حاجة وحشة. لا ابدا، اتفضل تحت امر. ثابت عارفاه طبعا. اه طبعا. قال لي ان انتوا كنتوا مع بعض ليلة الاربعاء اللي فات. تمام، حصل. انا مش عاوز اعرف انتوا عملتوا ايه ولا رحتوا فين، كل اللي يهمني اعرف اذا كان كلامه معايا مظبوط ولا كذب، لان الموضوع كبير وفي نيابة وبوليس. احنا تقابلنا بس مش عشان نعمل حاجه. ما انا قلتلك مش عاوز اعرف لا رحتوا فين ولا عملتوا ايه، انا كل اللي يهمني اتقابلتوا الساعه كام وسابك الساعه كام. احنا تقابلنا الساعه 8 وفضلنا مع بعض لحد الساعه 1. طيب شكرا، اتفضلي انت. لو سمحتي في حاجه كمان، طبعا انت عارفه احنا بنشتغل في وسط كله موظفين وعمال، وزي ما انا شايف كده انت ست واعيه ومسؤوله عن روحك، من فضلك راعي مظهرك شويه. سوري يا حاج، بس انا براعي مظهري كويس قوي. طب ما تزعليش قوي كده، انا كان ممكن اسالك ايه اللي خرجك مع ابني، وابني ده راجل متجوز وعنده عيال وكمان صاحب المكان اللي حضرتك بتشتغلي فيه. غصب عني يا حاج، خفت اقول لا الاقي نفسي في الشارع وانا محتاجه لوظيفتي. في الشارع؟ أعوذ بالله. طيب يا ستي اتفضلي، مع السلامة. عن إذنك.